معكم شوط آخر وانطلاقة أخرى وفئة أخرى، فئة الإنتاج والمنتجين، وشوط المهجنات الثاني في الإنتاج، والشوط مشاهدي الأعزاء الرابع عشر في ترتيب الأشواط. ينطلق الشوط وتنطلق الآمال وتنطلق البحثة عن ناموس هذا الشوط لكل الشعارات المشاركة وكل الحزب التي أيضا متواجدة في عاصمة الميادين. كل يطمح بنقطة قالية في الوثبة، لأنها الوثبة نقطة تقير عن كل الميادين. مشاهدينا في كل مكان، نأتي مباشرة إلى صدارة الشوط والمقدمة لكي نعطي التفاصيل ونعطي هناك الصدارة للإخوة المتابعون عبر شاشة قناة ياس. المركز الأول هنا، وصلنا إلى الصدارة، وهنا الشعار الاقتصادي اللي سيطر من البداية بهذه السيطرة الميدانية الواضحة. هنا سرد لعلي بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري، من تسرد الشوط من البداية المركز الثاني بجوارها تماما. هناك التواجد من قبل مشاهد الأعزاء شفايا لجابر بن خشيب بن عايض العذبة، الذي المر اللي يتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الثاني وطريقه إلى مقدمة هذا الشوط، النقلة القادمة والدخول على المركز الثالث، وهنا وصول وقدوم وتسلل من قبل الذهيبة لخليفة بن حمد بن السبعين بن السبعين المحرمي اللي قادم في المركز الثالث بن السبعين إلى هنا المركز الثالث كما ذكرنا. النقلة التي هناك تليهن في المركز الرابع والقدوم والتقدم، هنا وصول خبرة بكل خبرة وخبرة السنين عند مالكها علي بن سالم بن هياي المنصوري، الذي أيضا مشاهدي الأعزاء خبرة متراكمة في التطوير وفي كل المجالات. مشاهدي الأعزاء النقلة القادمة مشاهدينا، هنا وصول آخر وتقدم مع مواري لعوض بن الصغير ابن هنودة العامري، بدأ يوصل بن هنودة وشعار أيضا المعروف لينتقل إلى المركز الخامس المركز السادس السادة واضحة وصلت لأحمد بن الحزم بن قناص العامري بدورها، تنضم إلى المركز السادس والمركز السابع. من الناحية الأخرى هناك ملوح لسالم بن راشد بن حميد بالضحاك المنصوري، راعي لفحة قادم من الناحية الأخرى ليتدخل من الزاوية الأخرى، وهنا أيضا وصول الكايدة لسالم بن راشد بالعطشان المنصوري، راعي العصلة أيضا بدورها وصل المشاهدين لينضم إلى الثمانية اللي في مقدمة الشوط. المركز التاسع هنا دخول أيضا ووصول من المركز التاسع اللي وصلت الآن كما نتابع اليرموك لمبارك بن قاتم بن محمد الشامسي، وتاسع المراكز أو عاشر المراكز هناك اليافل لمحمد بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي الشعار السوحاني، أيضا ينضم إلى العشر مراكز المتقدمة في نداءنا الأول. وهناك النتيجة التي في مقدمة الشوط وكما نتابعها معكم مشاهدينا وتتابعون التحركات. هناك ما شاء الله الذهيبة 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 ذهبت إلى الصدارة، والذهيبة لخليفة بن حمد بن أب سبعين المحرمي خطف الأضواء، انتقلنا اتجهنا الى المنصة اللي ايضا هناك ايضا عند بكرة متأخرة في هبة يحركها يا شباب، ما شيء باقي، المنصة بانت المنصة بانت، والله شوفوا اللي تحرك شوفوا اللي تحرك الثاني. هناك وضحة لأحمد بالحزمي بن قناص العامري، بدأ يتحرك من الجانب الدوني وكيلو ونصف الكيلو. هنا المركز الثالثة هناك شفاية لجابر بن خجيم بن عايض العذبة، الذي يتقدم هنا بكل عذبة ومعنى العذبة الشيء النقي ما شاء الله وتبارك الرحمن.
هنا دخول آخر وتقدم آخر في المركز الرابع والرابع، هنا وصول وقدوم من عمق الميدان، هناك التي وصلت غالية لمطر بن عبيد بن راشد بن عايض بن عاضد المهيري، وصل يا سلام بن عاضد وصل، والله الله شوف اللي تحركت، شوف اللي انطلقت أيضا بجوارها، هنا الغزالة لمحمد بن راشد بن محمد الزكيبة وصل من الجانب الدوني، نعود للصدارة ما شيء باقي، حرك بالزكيبة وحرك أيضا بن خجيم، الله 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 الله، هوب 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 هوب، انطلق بن زكيبة وانطلق بن زكيبة، أشعار بن زكيبة وبخبرة السنين المتراكمة، الله الله، ولكن المركز الثاني أيضا هناك العذبة عند كلام آخر وبن زكيبة، والمركز الثالث وصلت راعي السويحان، وصل شعار العميمي محمد بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي، والعودة إلى الصدارة، العودة إلى الغزالة لمحمد بن راشد الزقيب المري، الله 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 يا راعي السويحان، الله يا راعي السويحان، الله اللي فرقعت الشوط، الله اللي جرت الشوط، الله اللي طرجت السلام إلى ميدان التراث، إلى ميدان التراث، هنيالك العميمي ما شاء الله وتبارك الرحمن، يا العميمي اللي فاجأنا وخرب الترشيحات وذهب إلى التسعيرة وذهب إلى الشيء الجميل. وهذه النقطة مشاهد النقطة الذهبية لهذا الميدان، هذه اليافل لمحمد بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي، سلام لسويحان والسلام لأبو سيف والسلام لمحمد بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي، بدون منافس عند الحركة الأخيرة. المركز الثاني وصلت شفاية لجابر بن خجيم بن عايد العذبة، والمركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الغزالة محمد بن راشد الزقيب المري، والمركز الرابع المركز الرابع مزون لعوض بن عتيق بن زيتون المهيري مزيونة، والمركز الخامس المركز الخامس تواجد من غالية لمطر بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري، والتوقيت الزمني عندك الهواري وطلعت سبعة دقائق 44 خمسة أجزاء من الثانية، هي التي فازت بهذا الإنجاز الجميل يافل لمحمد بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي، ولها فوز ب 24-21-10. وشكرا على نفس المرضية، شكرا على المعلومات أيضا لكمبيوترنا الجميل اللي متواجد معنا هناك الحبسي. المركز الثاني المركز الثاني شفاية لجابر بن خجيم بن عايد العذبة، وقطعت المسافة سبعة دقائق 47 وجزئين من الثانية، والمركز الثالث المركز الثالث كانت الغزالة محمد بن راشد الزكيبة المري، وقطعت المسافة في سبع دقائق 48 وجزءا يتيما من الثانية، والناموس لكل الفائزين. هكذا التواصل يستمر، يأتي شوطنا الجديد وهو انطلاقة للشوط الخامس عشر. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نذكر بأن الشهب